تحياتي لكم من جديد متابعين ومتابعين قناة الدومري، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. هذا الفيديو بدي أحكي فيه عن السيارات بشكل عام بهولندا، ضرائبها، تكلفتها، بركز أكثر على الجانب المادي، قديش بتكلفنا السيارة. هذا الفيديو بعمله بناء على طلب بعض الأصدقاء اللي بعثوا لي أحكي بهذا الموضوع. إذا كنت مهتم فيه رح يكون في معلومات كثير، الفيديو مش رح يكون طويل. تابعنا بعد الشارع، شوفكم. إذا بدنا نحكي عن السيارات بهولندا، أول شيء بدنا نحكي عن عدد السيارات. في عنا حوالي 9 مليون سيارة بهولندا، في منها حوالي 188 ألف، عم بحكي عن السيارات الخاصة، 188 ألف هي سيارات ليس أوتو. ليس أوتو هي سيارات مستأجرة تخضع لمجموعة قوانين يعني مختلفة شوي. أنت تستأجر السيارة على مدى طويل، بتعمل عقد لسنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، وبنحسم لك جزء من حق السيارة إذا حبيت بالأيام تشتريها والشركة بتكون مسؤولة عنها. ما بدي أحكي كثير بهذا الموضوع. الليس أوتو هني حوالي 200 ألف من أصل 9 مليون سيارة خاصة. بهولندا في حوالي 139 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة المخصصة للسيارات، هاي مساحة مش قليلة أبدا بالنسبة لبلد بحجم هولندا، مساحته 41 ألف كيلومتر. لما نحكي عن السيارة، أول شغلة رح أحكي عنها شهادة السواقة. شهادة السواقة معلومة غريبة شوي، حوالي 80% من الهولنديين فوق سن 18 عندهم شهادة قيادة. أول شغلة بيعملها الواحد لما بصير عمره 18 سنة بيفكر بشهادة السواقة. وهي شهادة السواقة هي بصراحة مكلفة نسبيا، أو مش مكلفة نسبيا، هي مكلفة بالمطلق، وتعد من أغلى بلدان العالم. تكلف شهادة القيادة وسطيا أو السواقة حوالي 2000 يورو. إذا مقارنة مثلا بفرنسا وبريطانيا هي بتكلف وسطيا 1600 يورو بس. بدي احكي هون عن موضوع بهم الناس كتير، وهذا الموضوع بيكون كتير جديد على الناس القادمين الجدد، وهو بصراحة موضوع هولندي بحت يختلف عن البلدان الأخرى، وهي ضرائب الطرق، موتور راي تاوخ بيلاسينجا، اللي هي ضريبة الطرق، ولكن هي بالحقيقة بواقع الأمر هي ضريبة السيارة، الضريبة اللي أنت بتدفعها على أي مركبة تسير بمحرك أكبر من 50 سي سي أو نصف لتر. يعني السكوترات هي الصغيرة النمرة الزرقاء واللي بتمشي على طريق البسكليتات هي ما بتدفع ضريبة، الدراجات النارية بتدفع هاي الضريبة، ولكن الضريبة بتكون بسيطة ما بتكون كبيرة، متعلقة أولا وأخيرا بوزن الآلية أو الموتور، وهو الشيء اللي رح أحكي عنه. هاي الضريبة بتبلش تنحسب من اللحظة اللي بتحط فيها سيارة باسمك. هلا أنا اشتريت سيارة واشتريت موتور على سبيل المثال، خليني ركز على السيارة. من اللحظة اللي بشتري فيها سيارة بتبلش هاي الضريبة تنحسب عليه. دغري بيصير عندي اقتران نمرة السيارة اللي اشتريتها، وبالتالي معلوماتها للسيارة تقترن باسمي عند الضرائب وبصير أنا مكلف. هاي الضريبة بشكل عام تنحسب بير كفارتال. بير كفارتال يعني كل ثلاثة أشهر، وممكن أنت تختار أنك تدفع شهريا، ولكن الحساب بشكل عام بيكون كل ثلاثة أشهر. وتعد هولندا من أغلى بلدان العالم في ضرائب السيارات عند شرائها. أنا عم بحكي عند شرائها، في أكيد ضريبة جمركية بتجي على السيارة، مجموعة الضرائب. هي بالحقيقة هولندا تعد من أغلى بلدان العالم، وهي الأغلى على الإطلاق بالنسبة لسيارات الديزل. يعني أنت لما تشتري سيارة ديزل جديدة حط بحسابك رح تدفع ضريبة، هي الأغلى في العالم على الإطلاق. بدي أحكي أنا هلأ شوي عن العناصر اللي بتلعب دور بحساب هاي الضريبة. هاي الضريبة ايمت بتكون غالية وايمت بتكون رخيصة. العامل الاول اللي بيلعب دور هو العامل الاهم، هو وزن السيارة. رح اعطي مثال عن هذا الموضوع. يعني انت لما بتشتري رانج روفر بايوغرافي موتورها 4.4، سيارة ثقيلة تعد اكثر من طنين وزنها، رح تدفع حوالي 172 يورو بالشهر. بينما اذا اشتريت دايوماتيز صغيرة رح تدفع حوالي 16 يورو بالشهر. الفكرة هون انه كل ما زاد وزن السيارة هني بيفهموا انه هي رح تسبب ضرر اكبر للطرقات، استهلاك اكثر للطرقات، وستدفع ضريبة اكبر. والفارق هون انا عم حاول سلسل الموضوع منطقيا، الفارق هون رح يكون كبير نسبيا بالنسبة لوزن السيارة، هو العامل الاول. العامل الثاني اللي بيلعب دور بضريبة السيارة اللي هو عمر السيارة. شلون يعني؟ رح أوضح الموضوع أكثر شوي.
الفرق بين سيارة 2002 وسيارة 2006 بالنسبة لضريبة الطرق الفرق مش كبير أو لا يذكر على الإطلاق، ولكن لما بنحكي عن سيارة عمرها أقدم من 40 سنة الفرق رح يكون كبير أو تكون الضريبة مجانية. يعني أنت لما بيكون في باسمك سيارة لأكثر من 40 سنة أنت ما رح تدفع ضريبة على الإطلاق، وإذا كنت المالك الثاني أو الثالث أو الرابع لسيارة أقدم من 40 سنة فرح تدفع 25% بس، رح تاخد 75% حسم لأنك أنت مقتني سيارة قديمة. هذا الموضوع فرق كبير طبعا بالموضوع، هذا الموضوع جعل السيارات القديمة كل ما كانت السيارة قديمة عم بيكون سعرها غالي كتير. أنا عم بحكي السيارات اللي هي بالثمانينات وتحت بيكون سعرها كتير كبير، والناس عم تختار هاي السيارات لحتى تكون سيارات عطل، سيارات ما بتسوقها كتير مثلا. رح أحكي عن هذا الموضوع بآخر الفيديو ليش السيارات القديمة غالية، وأعطي مثال عن هذا الموضوع. عامل آخر بيلعب دور كبير بضريبة السيارة وهو قد يكون الأهم، أنا مش متأكد حطه هو رقم واحد مكرر ولا رقم اثنين، هو نوع وقود السيارة. يعني السيارة لما تكون بنزين بتدفع شيء، رح أحكي مثلا عندي فوكس فاكن جولف أو عندي فورد فوكس، في منه غاز وفي منه كهرباء وفي منه ديزل وفي منه بنزين. طبعا الكهرباء شيلوها من القائمة، الكهرباء ما بيدفع ضرائب، ولكن دائما الديزل بيدفع أكثر شيء ضرائب. شو معنى هالحكي؟ مثلا انا عندي فورد فييستا، انا بدفع 96 يورو بير كوارتال بالثلاث شهور لاني سيارتي بنزين. لو كانت سيارتي غاز رح ادفع 126 يورو بدل 96 يورو، ولو كانت غاز وقود يعني مركب جهاز تحول فيها بين اثنين فرح تصير 248 يورو بالثلاث شهور، ولو كانت ديزل رح تدفع 231 يورو. ولو حابب تعرف شو تختار من هدول، عم بعطي ارقام كتيرة والفرق بالوقود كمان، في فرق بين سعر البنزين والديزل اللي بيكون حوالي 30-40 سنت، البنزين بيكون 1.6 الديزل بيكون 1.3، رح احكي عنه باخر الفيديو لحتى ساعد الموضوع. الشغلة الثالثة اللي بتلعب دور كمان مهم بضريبة السيارة وهي المحافظة المسجلة فيها السيارة. انت لما قلت عم تشتري سيارة عم بتسجلها باسمك بالأحرى، مش مهم اشتريت او لا، فهي عم تقترن بعنوانك، فبحسب مكان سكنك رح تتقدر هاي الضريبة، وهاي الضريبة بيقدرها مجلس المحافظة، هن اللي بيقدروا قديش رح تكون الضرائب بناء على تكلفة الطرق بمحافظتهم وجود لهاي الطرق. من المفيد بالأمر نعرفه أنه أغلى محافظة أغلى بروفينسي بضرائب الطرق هي درينتا، والأرخص هي نورد هولند. خلونا ننتقل لشغلة تانية كمان هي شغلة اقتصادية مهمة وهو التأمين. تأمين السيارات بهولندا يا أصدقائي له عدة أنواع، هو بالأحرى ثلاث أنواع، الأساسيات هن ثلاث أنواع فيهم شوية ملحقات. يعني عندك الـ VA فيرزيكني وهو التأمين الإلزامي اللي ملزم كل الناس تساوي شو ما كان نوع المركبة، حتى لو ما كان عليه ضريبة، حتى لو كانت سكوتر صغير أو حتى بسكليت بمحرك يمشي بسرعة معينة في له نمرة فهو مجبر يعمل هاي الضريبة، حتى لو كانت عندك مقطورة لها نمرة صفرة فأنت ملزم تعمل هذا التأمين ضد الغير، بحيث إذا تسببت حادث للغير يكون في تأمين يدفع له هذا الضرر. هذا اسمه الـ VA فيرزيكرينج أو WA. في عنا التأمين اسمه VA بلس أو التأمين الإلزامي مع ملحق، هذا بيشمل لك شغلات أوسع شوي، هذا ما بيدفع بس للغير، هذا ممكن يدفع لك إذا أنت صار ضرر على سيارتك أنت ما لك ذنب فيه، ولكن ليس من قبل البشر. يعني على سبيل المثال حريق انت ما لك ذنب فيه، او تخريب، او على سبيل المثال نزل برد كثيف بشكل ما اثر على بلور سيارتك فهن بيدفعوا لك على هذا الموضوع. معنا التامين الثالث اللي هو تامين شامل واللي اسمه فولديلخ كاسكو، التامين الشامل وبيدفع للغير، بيدفع لك، بيدفع لك حتى اذا انت تسببت ضرر لسيارتك. انت كنت عم تسوق سيارتك عم ترجع ضربت بعمود ما في حدا تضرر غيرك انت او سيارتك انت فهو بيدفع لك. بس من المهم هون كتير، انا عم بعطي معلومات كتير بعرف، ولكن مهم الموضوع، لما انت رح يدفعوا لك رح يخصموا من سنوات القيادة الآمنة اللي رح احكي عنها بعد شوي. لذلك رح عيد، عنا ثلاث انواع، عنا الـ VA، عنا الـ VA بلس، وعنا الفول ديلخ كاسكو او التأمين الشامل.
هلا اذا بدنا نحكي هون نحن عن التامين، ايمتى التامين بيكون غالي وايمتى التامين بيكون رخيص؟ كمان في عده عوامل بتلعب دور بهذا الموضوع. العامل الاول مثل ما كان بالطرق اللي هو وزن السياره، كمان بالتامين هو وزن السياره. طب قد يتساءل سائل، انا هونيك كانت السياره اتقل فهي عم بتسبب استهلاك اكثر للطرق، هوني شو؟ لا، هون في عنده فكرة تانية. لما تكون سيارتك أتقل فهي بتسبب ضرر أكبر للغير، بناء عليه لما بتكون سيارتك تقيلة كمان رح تدفع تأمين أكثر. ولكن هون أنا حطيته أول عامل، ولكن مش هو العامل الجوهري. العامل الجوهري رح أجيله هو ثالث عامل. رح أحكي عن العامل الثاني، هو قيمة سيارتك المادية. قيمة سيارتك المادية لما أنت بكون عندك سيارة غالية فتأمين رح يكون أغلى عليك، ولكن انتبهوا أصدقائي، رح يكون أغلى عليك بس في حال كان في عندك تأمين شامل. تأمين الشامل لأني إذا سرقت حتى سيارتك هو رح يدفع لك ثمنها، فلما تكون سيارتك غالي من الطبيعي يكون سعر التأمين أغلى. زائد لما بيكون في عندك سيارة حديثة وغالي، التأمين بيسألك عن نوع الحماية اللي موجود فيها. سيارة مرغوبة ممكن تنسرق، نوع الحماية إذا ما كان فيها هذا نوع الحماية ممكن ما يأمن لك، وممكن يغلي عليك التأمين بشكل كبير. العامل الثالث اللي أنا قلت عليه وهو اللي بيلعب دور بشكل كبير بسعر التأمين هو العمر. العمر، عمر مين؟ عمر السائق اللي راح يأمن السيارة باسمه. أنا راح أعطي مثال، إذا كان عمرك أنت 19 سنة راح تدفع على سيارة X مثلا حوالي 110 يورو، بينما راح تدفع النص لو كان عمرك 24 سنة. إذا أغلى فئة عمرية هي بين 19 و 24، وإذا كان عمرك بهالفئة العمرية هاي اللي هي أكثر شيء بتعمل حوادث أو بيعدوهم طايشين، خليني أقول ما رح أمنوا لك سيارة سريعة، سيارة سباق، سيارة بي إم، سيارة مرسيدس غالية. كتير شركات تأمين ممكن ترفض أنه تأمن لك أنت بهالعمر، فبدك تبلش بسيارة متواضعة نوعا ما لحتى تبني سنوات قيادة آمنة ويصير عندك خبرة، يعتبروك سائق مع خبرة ويرخصوا عليك التأمين. العامل الرابع وهو مهم كتير بيأثر بالمبلغ اللي انت راح تدفعه للتأمين، اللي هو سنوات القيادة الآمنة. سخادف راي يار، يعني انت سقت سنة 2 3 4 بدون حوادث، فهالموضوع بيخليك تاخد كورتينج، تاخد تخفيض على البوليس للتأمين اللي انت عم تدفع ثمنها كل شهر. كيف يعني؟ راح اشرح اكثر. انت لما بتعمل تأمين جديد بيقولوا لك انت كم سنة سواقة عندك بدون حوادث، فأنت بتحط الرقم. طبعا أنا ما بنصح هذا يحط رقم مانو حقيقي، لأن هذا الرقم لما أنت بتغادر شركة تأمين لشركة أخرى معلوماتك كلها بتنبعت على مكتب حكومي، أنا مش متذكر اسمه، رح طالعه واكتبه بالفيديو، أنه هذا معلومات 1 2 3، ومن جملة هاي المعلومات سنوات القيادة الآمنة، وتأمينك الجديد رح ياخذ المعلومات منه، وإنما بيطلبها منك مشان يعطيك القيمة المضبوطة للبوليصة اللي أنت رح تدفعها كل شهر ورح يتأكد منها بعدين. فوارد جدا اذا اعطيتهم معلومه ما مزبوطه يرجعوا يحكوا معك وممكن يسحبوا منك التامين، ويعني الموضوع مش راح يكون لطيف. سنوات القياده الامنه انت بتبنيها من اللحظه اللي تتسجل سياره باسمك، سنه 2 3 4. طبعا اول 10 سنين سقت 10 سنين وما عملت حوادث، او صار معك حادث ولكن انت مالك ذنب فيه، مين اللي بيقرر هالموضوع؟ شركات التامين. اللي لما بيصير الحادث في كذا شركة تأمين بتتدخل بالحادث، فأنت حادث صار ما لك ذنب فيه، فأنت ما بينخصم من سنوات القيادة الآمنة. أو حتى صار معك حادث وأنت حليتها سلميا، يعني أنت وهذا الشخص الآخر، فهذا الموضوع ما بيتسجل. وفي كتير ناس تختار هذا الموضوع أنه أنا إذا كانت التكلفة بسيطة مشان ما ينشطب من سنوات القيادة الآمنة تبعي. بأول 10 سنوات إذا أنت كنت عم تدفع 100، بعد 10 سنوات رح تدفع 20 يورو، يعني الحسم بيوصل حوالي 80 يورو. والعكس بالعكس، يعني انت لما بتعمل حادث رح ينشطب لك منها. مثلا انت عندك 8 سنين خبرة رح يحطوا لك مثلا على حسب نوع الحادث اللي عملته، يشطبوا لك سنة او 2 او 3، يشطبوا لك هن اللي بيقرروا، وممكن يشطبوا لك اياهم كلياتهم. ممكن ينزل العدد للسالب، عندك سنوات الخبرة ناقص 1 ناقص 2 للناقص 5. وفي شركات ما كتير بترفض تأمن للسائقين اللي سنوات الخبرة عندهم هي أكثر من ناقص 2. رح أعطي هيك مثال صغير. افترض أنه أنت هلأ سائق مبتدئ عم تدفع حوالي 40 يورو بالشهر.
بعد 5 سنين ال 40 يورو رح تصير بدون حوادث طبعا، رح تصير تدفع انت 20 يورو. وبالعكس العقوبة بتكون أكبر إذا عملت حادث وانشطب لك 5 سنين فرح تصير تدفع 100 يورو. لذلك الناس دائما بتحاول حتى وقت بصير حوادث صغيرة زي ما قلت تحلها سلمية، لأني بصراحة البوليصة بتصير أغلى كتير. شغلة أخرى بتلعب دور بالتأمين ولكن هي ما بتكون كتير كبيرة زي ما قلت، قلت أنا أهم شيء هو العمر وهي سنوات الخبرة، وفي وزن السيارة وعمر السيارة طبعا. ولكن كمان هي من العوامل اللي جديرة بالذكر هي عنوانك، زي تأمين السيارة تأمين ضريبة الطرق نفس الموضوع. هم بالتأمين على سبيل المثال في عنا أرخص عنوان بهولندا للتأمين، هو عنوان بأوبندا بخرونيجا، هو أرخص شيء بالتأمين. إذا أنت كنت عايش بهذا الحي فبتاخذ أرخص تأمين، لأن هذا الحي أو هاي المنطقة ما بصير فيها حوادث كتير، وأكيد أي واحد مننا اكثر شيء بيسوق بالحاره تبعيته يعني لما بيروح وبيرجع كل يوم. واغلى حي هو حي الفاينورد تبع الفريق المشهور بروتردام، لان هذا الحي صار فيه كذا مره اعمال شغب وتعرضت فيه سيارات للتاكسي، فهذا الحي غالي. طبعا هون انا في كمان عامل مهم بيلعب دور، انا فاجئني بصراحه لما كنت عم ببحث بالموضوع ما راح احكيها، لا راح اتركه لنهايه الفيديو. عامل بيلعب دور بقيمه التامين تبعك. رح احكي كمان عن شوية شغلات بتهم كتير بالنسبة للناس اللي بدها تشتري سيارة، وفي بعض التكاليف ممكن ما تخطر ببالها. ومن احد هاي المواضيع اللي كتير ناس ما بتحسب لحساب هو الباركينج، يعني صفة السيارة. صفة السيارة بالذات اذا كنت عايش بمدينة كبيرة هي بصراحة جزء من تكلفة السيارة، من تكلفة السيارة الشهرية اللي ما فيك تنساها. كل الناس بتعرف انه انت لازم تدفع بنزين او ديزل، لازم تدفع صيانه، لازم تدفع، ولكن الباركينج موضوع كثير ناس بتغفله. لذلك في كثير ناس من الناس اللي عايشين بمدن كبيره بفضلوا نيتون يستاجروا سياره بدل من انه ياخذوا سياره ويضطر يصفها هو دائما على حسابه، ويلجأوا لوسائل بديله مثل استئجار يومي او استئجار شهري، او يشتري ابونمنت ياخذ زي سياره الجرين ويلز. هو ابونمنت بتشتري باختصار يعني بتشتري شهريا على بطاقه الاوفي تشيب كارد، بطاقه المواصلات، بتفتح في السياره بتقضي مشوارك، وهن بيحسبوا الوقت والتكلفه وبيحاسبوا فيه لاحقا. ليش انا عم بحكي هذا الحكي؟ لاني لما بحكي انا عن مدن الراندستاد، لما بحكي عن المدن الكبيره امستردام، اوتريخت، دنهاخ، روتردام، هاي المدن الباركينج فيها بصراحه غالي. يعني امستردام بتجي المدينه الرابعه اوروبيا من حيث غلاء تكلفه الباركينج، اللي هي بتكون حوالي 40 يورو باليوم اذا انت صافف السياره بمرقب، وهي الاغلى اوروبيا على الاطلاق بالنسبه للباركينج في الشارع. يعني لما بتصف السياره بالشارع بمنطقه بتكون مدفوعه، وهي امستردام بالمجمل مدفوعه، فهي الاغلى وسطيني 5 يورو بالساعه وليس باليوم، بالساعه. لذلك الباركينج موضوع غالي. كمان بما انه عم نحكي عن التكلفه، من المهم نحكي عن تكلفة السيارة أو الأشياء اللي بتلعب دور بسعر السيارة، بالمبلغ اللي بدك تدفعه لما بتشتريها، بالذات إذا كانت السيارة مستعملة. أنا بدي سلسل هيك الأمور حسب أنا ما شفتها من حيث الأهمية، يعني قد يسبق عامل آخر ولكن هي مهمة بشكل عام. العامل الأول هو موديل السنة، يعني سنة الصنع اللي انصنعت فيها السيارة. هذا الحكي بظن واضح، لما بتكون السيارة حديثة فأكيد راح يكون سعرها أغلى حتى لو كانت مستعملة، بالذات لما نحكي عن سيارة عن جيل معين. لما نحكي عن فوكس فاجن جولف مثلا 2 3 4، الفور سعرها ما كتير بيفرق عن بعض، ولكن لما بتنط للثري تنزل بالأحرى للثري، فالمبلغ كتير بيفرق معك يعني لما بتنط من جيل لجيل. وهذا الموضوع مهم ببعض المناطق. ليش؟ لأن في بعض المناطق لما بيكون موديل السيارة البنزين تحت الـ 2000 أو الديزل تحت الـ 2010، وكل سنة بتتغير طبعا هاي القوانين، ما بتقدر تفوت فيها لأنه بيعتبروا سيارات مانا صديقة للبيئة. فإذا أنت اشتريت سيارة قديمة ما رح تقدر تفوت فيها، وهذا الحكي بينطبق حتى على السكوترات. مثلا أمستردام ما فيك تسوق سكوتر موديله تحت الـ 2013، فهذا الموضوع كتير مهم بحب الناس نبهها له. عامل آخر هو مهم كتير بهولندا هو عداد الكيلومتراج أو عداد الكيلومتر، يعني قديش قطعت السيارة أثناء حياتها عدد من الكيلومترات. وهذا الموضوع مثل ما تلعب دور كبير بالسعر، وبصراحة يقسم من حيث فئات. يعني لما بتكون السيارة مشانها حوالي 50 ألف
فبيعتبروها سيارة يعني أخت الجديدة زي ما نقول نحن. لل 150 ألف هي فئة أخرى بيكون سعرها أقل شوي، بيعتبروها سيارة صارت مستعملة، مستعملة قولا واحدا. لل 250 ألف تعد سيارة قديمة، سيارة تستحق فرصة أخرى يعني بس مش أكثر. لما بتطلع على 250 الفرص بتكون قليلة والسعر بيكون قليل، وفوق 300 ألف بالذات بالنسبة لسيارة البنزين بصراحة فرص بيعها أو سعرها بيكون ميت، ما بيفرق كتير عن سعر السيارة العاطلة الواقفة. الديزل بياخد فرص أكثر لأن محرك الديزل ممكن يعيش أكثر من محرك البنزين. وطبعا العامل الثالث من حيث تصنيفي انا بشوف الشكل الخارجي، هن كثير بيهمهم الشكل الخارجي اكثر من بلادنا اللي بيهتموا بالميكانيك وبتفاصيل السياره وتسوق منيح وبتمشي منيح. الشكل كثير بيلعب دور لان تكاليف صيانه السياره خارجيه او اذا متعرضه ل او بدها بخ مثلا، بدها رش من اول وجديد، فهذا الموضوع كثير غالي بهولندا. كمان موضوع مهم وهو هون بهولندا مهم زي ما حكيت عنه من قبل هو الضريبة. يعني كتير ناس بتفضل انه ما تشتري سيارة ضريبتها غالية، يعني انا ما بدي اشتري سيارة ضريبتها 150 يورو بالشهر، لا افضل اشتري سيارة 50 يورو ضريبتها تكون بالشهر. لو كانت السيارة اغلى فانا عم بدفع كل شهر 100 يورو زيادة، بحطها 1000 يورو 1200 يورو بالسنة فوق سعرها للسيارة وباخذ سيارة ارخص يعني. وطبعا كل بلد في نوع من الماركات، بتكون هاي الماركات هي مرغوبة اكثر من غيرها. نحن عندنا بهولندا مثلا السيارات الاكثر مبيعا هي سياره الفوكس فاكن، السيارات الالمانيه بشكل عام، بيجي بعدها الاوبل، بيجي بعدها الرينو، بيجي بعدها البيجو، بيجي بعدها الفورد. فلذلك لما بتكون سيارتك من ماركه اقل شهره بتكون فرصها بالبيع بالذات اذا كانت مستعمله وقديمه شوي بتكون فرصها اقل يعني. والسيارات اليابانيه بصراحه رغم انها هي سيارات قويه ومنيحه ولكن هون بسبب غلاء سعر قطع بتكون اقل رغبه من السيارات الاوروبيه. وحتى في كمان هذا الموضوع مضحك شوي، في رح حط هون صورتين بفرجوك نوع السيارات اللي تشتريها الرجال ونوع السيارات اللي تشتريها النساء، في منها مرغوبه اكثر من اخرى. عامل كمان مهم كمان نحن ما كثير بنطلع عليه ببلدنا، عدد الملاك للسياره، يعني قديش مرق على السياره ملاك قبلك. فلما تشتري سياره انت من المالك الاول سعرها دائما بيكون اغلى لان بيعتبروا انه شخص واحد او شخص اشتراها يعني ما مر على راسه كثير للسياره زي ما بنقول فبيكون سعرها اغلى. طبعا هاي المعلومات كلها انت من وين بتجيبها؟ في عده مواقع بتعطيك، انا رح حط شوي منها بصندوق الوصف، بتحط النمره تبع السياره، المعلومات الاساسيه بتطلع لك كلها، قديش ضريبتها بالشهر، مصروفها للوقود واللي هو عامل مهم كمان بسعر السياره، السيارات الصريفه مثل الضريبه ما بتكون كثير مرغوبه، عمرها، كل هالمعلومات، وزنها، معلومات التقنية عنا، هاي كلها بتطلع عندك وبتكون بشكل عام مجانية. إذا بدك معلومات أكثر في بعض المواقع بتعطيك عدد المالكين ما بتحدد لك إياهم بأي سنة، في مواقع إذا دفعت مبلغ صغير يورويين 3 4 بتطلع لك من سنة كذا لسنة كذا كم مالك تداور عليها وأين التاريخ انتقلت من اسم لأسم. وحتى بتفرجيك هاي المواقع بشكل مجاني بفحص الـ APK وهو الألخمين بريودي كوري اللي هو الفحص الدوري للسيارة اللي هو كل سنة بيصير واللي هو عامل مهم كمان بالسعر. هذا المبلغ اللي بتدفعه على الفحص الدوري إذا كان سيارة تعبانة هو مبلغ مش قليل أبدا، لذلك أنا بنصح الناس تنتبه للحالة العامة لسيارته، مو إنه هاي عم تمشي بس منيحة، لا حط بحسابك لما بتروح على الابيكا اللي هي المعاينة السنوية خليني اسميها بالعربي، في كتير شغلات بيقولوا لك هي ممكن تكون مش مقبولة، مقبولة بالنسبة لك زي حزام امان متضرر شوي، زي السيارة فيها اهتراء من تحت، ولكن ما بيقبلوا لك اياها الكراج بالابيكا الا اذا بدك تروح على كراج سمعته مش كتير منيحة، وارد جدا انه انت تتضرر بالموضوع، فهذا كمان موضوع مهم. مثل ما قلت انا حكيت عن معلومات للي بده يشتري سياره، ولكن رح اضيف شويه نصائح عامه بصراحه انا ماني ملاقي لها تصنيف. اول شيء لما بتشتري سياره اتاكد من كل هاي المعلومات اللي قلتها، قديش ضريبتها وقديش نوع الوقود وقديش مر عليها مالكين الى اخره، واضافه الكيلومتراج انت راح تشوفه قدامك على الداشبورد، ولكن وارد جدا يكون الكيلومتراج ملعوب فيه. لذلك انت في شيء اسمه ناب
ناب هو اختصار ل مش متذكر بصراحه، ولكن ناب بيضمن لك انه انت كل سنه السياره عم بتروح على التسجيل، فبتسجل رقم الكيلومتراج طبعا من غير المنطقي. بسنه 2018 تكون مشيان السياره على سبيل المثال 150,000، 2019 تكون مشيان 140. فهذا الناب هو انه هذا بيكون رقم منطقي، فبالتالي هذا بيكون مذكور بالسياره، تاكد من تفاصيله لما بتعمل تشيك على السياره باحد المواقع، او لما بتشتريها من الكراج بدي اشوف انا ناب او لا. طبعا لما تشتري سياره مشان 300,000 350,000 فهذا الحكي اكيد ما له قيمه، ما حد رح يزور سياره يحط 300,000. طابق ارقام السياره بالذات السيارات القديمه شوي، الرقم بيجي مطبوع حتى على البلور، النمره بتيجي مطبوعه حتى على البلور محفوره وبضرب على الرمل زي ما رح فرجيكم بالصوره. طابق رقم الكارت مع رقم المحرك مع رقم الشاسيه، رقم الهيكل يعني، تأكد من هاي الطبقة كلياتها. لما بتشتريها للسيارة فورا افرغها إلى اسمك قبل ما تدفع شيء، بتفرغ بتدفع المصاري انقلها على اسمك، وبس نقلت على اسمك حاول بنفس اليوم أو تاني يوم تعمل لها تأمين. ما حدا يتشاطر يقول أنا بدي أتركها أسبوع وبعد أسبوع أعملها من تاريخ اليوم اللي أنا فيه، لا، رح يرجع التأمين يحاسبك على الأيام كلياتها المضت وهي السيارة باسمك لاحقا، وقد تتعرض للمخالفة. نصيحة إضافية ما لها علاقة بالبيع والشري، إعارة السيارة. إعارة السيارة بهولندا بشكل عام هي مسموحة، ولكن لما أنا نصيحتي الشخصية لما بدك تعير سيارة لحدا خلي يكون عندك دليل إنه أنت عايرة لهذا الشخص، إلا إذا كنت بتوثق فيه ثقة تامة هذاك بحث آخر. خلي يبعث لك رسالة على الواتساب إنه أنا استعرت منك السيارة اليوم الفلاني، وإذا كانت زوجتك أو زوجك بيسوق معك نفس السيارة نزله معك على التأمين، بتدفع شوي زيادة ولكن هو بيكون مأمن مثله ومثلك. حتى إذا كان في عندك شاب صغير عمره 17 سنة لسه عم يتدرب، كمان ضيف اسمه عندك، ما في أي مشكلة. هذا الموضوع ببلش يبني سنوات خبرة وبيستفيد هو منها لبعدين لما بيشتري سيارته الخاصة. وإذا بدك تسافر لبلد تاني أكيد مثل كل ما بنعرف تأكد من قوانين هاي البلد. هلا ممكن يكون الموضوع صعب، مثلا لما بدك تسافر على ألمانيا بدك تشتري المليو ستيكر اللاصق تبع البيئة، فيك تشتري من الـ AMVB اللي هي فيك تقول هي ما يشبه شركة الطرق، بتلاقي كل المنتجات اللي بتحتاجها للسيارات على موقع كل المعلومات اللي بتهم سيارتك وضرائبها وهالحكي هذا اللي عم بحكيه كله وزيادة عليه. طبعا اتأكد من هالموضوع لحتى لما تتعرض للمخالفة. وفي بلاد فيها قوانين غريبة زي مثلا أيسلندا ما فيك تسوق فيها أكثر من 90 كيلومتر بالساعة، تأكد من هاي المعلومات قبل ما تسافر على البلد. هلا حاليا هذا اللي خاطر في بالي. خلونا نضيف شوية معلومات عامة كمان هيك أثناء بحثي خلطت في بالي تستاهل أن نضيفها بهذا الفيديو. معلومات عامة أو خليني أقول هي شغلات لفتت نظري، أنه السيارات القديمة أنا مثل ما حكيت عن الضرائب السيارات القديمة غالية. طبعا ليش غالية؟ أنا قلت لأن الضرائب بتكون قليلة. مثال على هذا الحكي لما بحكي عن الفوكس فاكن البيتل السلحفات بيتراوح سعره موديل 75 مثلا، بس بيتراوح سعره بين 7000 و 15000. ولما بحكي عن الفوكس فاكن الترانسبورتر اللي هي تشبه الصالون فسعره من 15000 وطالع. ليش؟ لان في هاي الناس كثير بتشتريها لان السياره قديمه وضريبه ترخيصه، فبتستخدمها كسياره عطلات بالسنة مرة بيركبها بيروح فيها، وأي بلد تعطل هي سيارة تصليحها سهل وضريبة قليلة وبيعملوها مثل كارفان وبيستخدمها كسيارة عطلات. طبعا كمان في معلومة إضافية بحب ضيفها، سنة 2025 ما رح تستورد هولندا أي سيارات وقود. طبعا نحن ما في عنا سيارات خاصة بهولندا بتتصنع بهولندا، نحن في عنا شركة سيارات وحيدة هي الداف، وهي الداف هي كانت تصنع سيارات خاصة ولكن ما عادت تصنع سيارات خاصة، تصنع حاليا بس شاحنات الداف اللي هي ماركة معروفة نسبيا، فما عاد تستورد سيارات تعمل بالوقود، راح يتحول كلياته للكهرباء. ويعني شوي شوي نكون صريحين، هلا ضيقوا على سيارات الديزل، راح يضيقوا كمان على سيارات البنزين لحتى انت تشتري سيارة كهرباء تحول لسيارات الكهرباء. والحكومة هلا حاليا مشغولة بتجهيز أكبر عدد ممكن من الشواحن وأماكن الركن للسيارات الكهربائية، وهولندا من البلدان الصراحة الرائدة في هذا الموضوع. يعني بنحكي نحن في عنا حوالي 27,000 شاحن كهرباء بهولندا، وفي أسرع شاحن كهرباء بالعالم، أسرع شاحن كهرباء وهو حوالي 350 كيلو واط بالساعة. ولذلك بتشوفوا بهولندا أنه السيارات الكهرباء أكثر تسلا، مو زي البلدان الثانيه بتلاقي في فوكس فاكن وغيره، لان التسلا بتدعم خاصيه الشحن السريع وفيك تشحنها خلال ساعه يعني.
قلت انه 2025 راح يوقف استيراد سيارات الوقود، ولكن كانت الخطه اعتبارا من 2022، اتوقع تم تاجيل 2023. الضرائب تبع السيارات اللي حكيت عنها باول الفيديو راح تصير على حسب ما تمشي، يعني مش من هو بصراحه اصلا هو الموضوع مش عادل، انه اللي بيمشي 1000 كيلومتر بالسنه يدفع زي اللي بيمشي 200000 كيلومتر في السنه. فراح تصير بشكل او باخر مجبر تحط قطعه بكمبيوتر سيارتك على عدد الكيلومترات اللي تمشيها انت تدفع ضريبه، وتنحسب على حسب استعمالك للسياره. سيارات هيك احصائيه كمان مريت عليها، سياره البنزين بتمشي وسطيا 13000 كيلومتر بالسنه، والديزل وسطيا بتمشي حوالي 23000 كيلومتر بالسنه. هلا في كثير ناس رح تسال، رح تقول طب انت قلت لي انه الديزل ضريبته غاليه والبنزين ضريبته رخيصه، بس البنزين غالي والديزل ارخص، انا شو رح اختار؟ بعد بحث مطول طلع معي انه اذا كنت بتسوق اكثر من 15000 كيلومتر بالسنه اختار سيارة الديزل. أنا عم بحكي عن سيارتين متماثلتين نفس الفئة، رح أقول في عندك فوكس باكي، في عندك بنزين، في عندك كهرباء، في عندك ديزل، في عندك غاز. من هاي الفئة إذا كنت بتسوق أكثر من 15000 كيلومتر فاختار الديزل. من الإحصائيات كمان العالم بتفكر إنه نحن هون الناس كثير بتستخدم المواصلات العامة، عملوا إحصائية على الموضوع لقوا إنه حوالي 70% من المسافات اللي بتنقطع من البيت للشغل هي بالسيارة، 10% هي قطار، و 6% بس بسكليت. مناسبة الحديث عن استخدام السيارات، ايضا بحب احكي عن حوادث الطرق، موضوع مش كثير حلو ولكن مفيد ذكره. سنة 2019 كان في بس 660 قتيل بهولندا او ضحية في حوادث الطرق، وهو رقم يعد قليل نسبيا لبلد فيها هاي الحركة الضخمة هاي والزحمة من السيارات، واكثرهم من كبار السن. واللي فاجأني انه اكثر الحوادث بتصير داخل المدينه بالمناطق اللي سرعتها 50، مش على الطريق السريع، لان الطرقات السريعه اكثرها تحولت لسرعه 100 كيلومتر خلال النهار، وبالاحرى نحن ما فينا نسميها طرقات سريعه، فينا نسميها طرقات خارجيه، سرعتها بالليل 130 وبالنهار 100. اخر معلومه راح اقول لكم اياها بالفيديو، لما قلت لكم عن التامين قلت لكم في معلومه انا راح اذكر لكم اياها باخر الفيديو، معلومه طريفه شوي. المعلومه هي احد العوامل اللي بيلعب دور بسعر التامين اللي بتدفعه انت على سيارتك هو الجنس. الجنس، يعني لما بتكون انت شاب راح تدفع حوالي 12% زياده عن المبلغ اللي راح تدفعه لو كنت بنت. هاي نقطه تحسب للستات، كثير من الشباب، هاي رساله بدي اوجهها للشباب، النسوان ما بيعرفوا يسوقوا، النسوان كذا، قول شو ما بدك، ولكن النسوان او النساء هم اكثر حذرا اثناء القياده، وموضوع انه هن مش محترفات قياده، بنيتهم جسديه اخرى، هذا لا يعني انه هن مش حذرات اثناء القياده وبيعملوا حوادث اقل. حبايبي هذا كان كل شيء عنا هذا اليوم، هيك فيديو سريع شويه معلومات جمعتها، بتمنى تكون مفيده لبعض الناس. انا شخصيا حتى اثناء هذا بحثي شفت معلومات انا ما بعرفها بصراحه. أكيد مثل العادة كرر نفس الرسالة، ساعدونا ننشر هذا الفيديو، ننشر هاي القناة، ساعدوني بأفكار هاي الفكرة. وجه شكري أولا وأخيرا للشخص اللي قال لي عليها، قال لي هذا الموضوع ممكن يكون مفيد. أنا شخصيا المعلومات أكثر بعرفها، بس إذا بتستفيد من الناس أنا كثير بكون مبسوط. ساعدني تطرح فكرة، تنتقدني، تقدم أنت مضمون شغلي بتفهم فيها حابب تقدمها، تشارك الناس الثانيين القادمين الجدد فيها، حتى لو كانت تجربتك بسيطة هذا الموضوع جدا مرحب فيه، وأنا بتصل فيك وبساعدك، ورابط الاتصال تبعي موجود بوصف الفيديو. غايتنا هي كلياتها أنه نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس، ونتساعد نحن مع بعضنا، نساعد بعضنا بأنه ننشر المعرفة اللي تعلمناها سوا. تحياتي لكم، بتمنى تضلوا بخير، ديروا بالكم على حالكم، سلام.